مدينة الأدب والأسواق، هنا الفن الموحد، هنا العمارة والثقافة والمتاحف، هنا الخزف والحلي والنقش، هنا القلاع، هنا المنارة. بطولات عالمي يستضيف يواجه مونديالي. أنا سنيتي في حراسة المرمى عبد الإله مدكور، مروان هجدة بشكل قوي على مرمى الرجاء، وكلاء يريدون كرة عالية عرضية أمام المرمى. الكبار حراء الذهب هي عملة التاريخ، هم من يكتبون الزمان، والإنتي يتقدم بها في النهاية 29 للبطولات. عاجل من الرباط، الاتحاد الصناعة والكرة في المرمى، التقدم الاتحاد، الاتحاد هو تعلن عن تقدم العميد، عن تقدم ابني منصاته، هو اللي ابني أمجاده الذهب. أن تكون ردة الفعل من كرة ملعوبة من محسن متولي، الله يا رجاء التحدي، الله يا التاريخ، الله يا لها من عودة. رد على جدة بسرعة بسرعة وبالراس، وراي نعم بين الرجاء والاتحاد ممكن أن يعباس، وياهي بداية هذا نهاية. الله عليك يا لون العمل. على باتجاه سفيان رحيمي، عمر وساوي بيغلط الناوي القادم، سفيان رحيمي بعد المباراة تذكرته على طيران الاتحاد مباشرة على مدينة العين. محسن متولي للرجاء، يا سلام. كنا نتمنى حضور الجماهير لكن محسن مع أمطار المغرب عالية وعرضية، رضا ترجع الكرة مرة ثانية، شغل أي كلام من عمر عرجون، لا زالت أمام المرمى. شخصية يا رجاء، يا ذي كابتن من استاد مولاي عبد الله كوكب عمر السلام. كان ممكن ان يرجع العميد. جت الكرة ورا في منتصف الملعب والتحديد بقدم عمر عرجون، خلصت الاتحاد الان يتحسن، الاتحاد الان يهاجم، الكرة السلام، يا سلام يا سلام. يعيد الاتحاد روما الوجه المشفر سنتين. روما السلام في مباراة تحدي الشخصيات، الشخصية الاتحادية ترد بهدف الثاني عن طريق روم العرب، وهداف البطولة رومارينيو. حط وداها 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 وأعلن عن عودة الاتحاد. أجمل نهاية قبل لا تنتهي المباراة، هو النهاية الأجمل، النهاية الأقوى، النهاية الأروع. من يا روما اثني، أرفع راسك يا حار. شاهدنا صخب، تخيل هذه المباراة بخمسين ألف، شو كان راح يكون. بن حليم، سفيان، رحيمي، رحيمي، يا سلام. مذكور بمشي أمامية لمحسن متولي، خطرة للرجاء أمام المرمى، شو تسوون؟ لا زالت قائمة أمام المرمى، السلام.
حاجة. هل حقا هذا الفريق فقد لاعبين؟ هل هذا الفريق في وضع غير صحيح؟ وهو في ليس بأفضل حالاته. كيف لو كان الرجاء؟ إنها روح الرجاء. لقد استلمها لقد الأجال لعبها بالأقصاف لك. حكم المباراة السيد محمود البنا الذي يكون ذلك الجنون الذي حضر في شم يهدأ الحال. ضربة البداية تحياتي عم هذه أغلب الناس تابعونا الآن سارة في الوطن العربي كرة سفيان بلعبها. فقد لاعبين، هذا باع لاعبين. قبل الرجاء الآن يبحثون عن الخامس. ليلة تاريخية تاريخية تاريخية. رضوان حجري الرجاء بذكر لم تنتهي، قد تعود الروح الاتحادية بأي لحظة. عبد العزيز البيش يلعبها أمام المرمى. بهداف البطولة رومارينيو في أم الليالي المونديالي للرجاء في مكان سليم. حفيظي أمام الباب خرج للجزاء. الفار عند وين؟ إيش هالليلة؟ والله شكلها فيها ليلة للتاريخ. الله يوف ننتظر ونشوف كل شيء الليلة متوقع. تصل الآن هيريك على الاتحاد. يا سلام يا ليبور مشاري سعد عبد الحليم السعود عبد العزيز عبد العزيز السعود كرة الاتحاد. يا سلام ثبت العقل. راما يا راما تقدم. يا سلام روح الهلال الكبير، روح الاتحاد المدني. الاتحاد يعود أربع. هل نور موجود؟ ترى الكايد أحلى، ترى الصعب أحلى. أبيض دور الهين، ترى القايد أحلى. إيغور كورنادو كرة من المرمى. كم بعد المولد كرات عليه كرة ملعوبة. يا سلام للرجاء من المرمى. الله راحت تي اليمنى مذكور عالية عرضية للرجاء. الكرة لا زالت قائمة. عبد الإله المالكي بيخلص. الله هات وماريو مارينيو بالهدف. السلام دقيقة. الكرة للاتحاد معبود أمام المرمى الكرة لفهد. الفهد بالعبها. مهما كانت النتيجة شكرا للقطب المغربي الكبير الرجاء. شكرا الكرام أيها المتابعون في كل كانت أم القمم في أم الليالي العربي على أحبة الكرام. بدأ تسجيل في المباراة. هو أول لاعب سيبدأ أنس أم قروهي. لعبها برا ترجيحية ضائعة من قروهي لا من هيكي. هو من أبعد الكرة الماضية. الركلة ترجيحية أولى للاتحاد ضائعة من هنريكي. لعبها بعيدة جدا. سفيان رحيمي يعني حما ولا واحد قال لك من اللي راح يفوز بركلة هذه الترجيح. فعلا صعب التوقع فيها. إقراه رحيمي يتقدم حطها في المرمى. يتقدم للرجاء ويبعث. إذن الرجاء
سفيان رحيمي يسجل في الركلة الأولى. تر هنريكي أطاح بها سفيان رحيمي. رومارينيو هداف البطولة مباراة وأنس رومارينيو بيتقدم. يا سلام روما روما روما، كل طرق تؤدي روما. إذن يسجل، بينما الآن يبدو أبو زريدة سيتقدم للرجل. إدراهي في مرمى أبو زريدة، يتقدم للرجاء بالهدف في المرمى. يتقدم الرجاء مرة، السلام مرة الرجاء. أحد اثنين واحد، الضغط على أفضلية ركلة. كورنادو كورنادو ترجيحية لتنفيذ الركلة، أحيانا التردد قبل الركلة. كورنادو يتقدم بيلعبها، يا سلام فنان حتى في ركلات الترجيح. يا كورنادو يضعها في المرمى، رجع الأفضلية على تنفيذ الركلة الثالثة. مذكور عبد الإله مذكور، كرة بيلعبها إلى رجل ملعب مذكور، مذكور إلى خارج الملعب. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ما أجمل هذه البطولة، وما أجمل عودة لكل من ساهم في عودتها من النسخة الماضية. معالي المستشار تركي آل الشيخ يدهش على العمل بإعادة لنا بطولة ولد فاد المولد. الآن اثنين اثنين، كل فريق ضيع ركلة. يتقدم بالعفا أنس الزريتي، أنس الزريتي يعطي الأفضلية للرجاء، يعطي الأفضلية للرجاء. أنس الزريتي فرصة للتقدم، أهدر فاد المولد بل تصدى للزريتي. والآن فرصة للتقدم، قدم مباراة كبيرة، واحد أميز لاعبي الرجاء. ركلة ترجيحة رابعة، تقدم. يا سلام يا سلام حفيظي، يضع الرتبة البطولة الركلة الاتحادي. إذا سجلت وسجل الرجاء سيكون بطل بدرجة كبيرة جدا. عبد الإله المالكي هو اللي راح ينفذ الخامسة. بارك النكاسر النسور الخضر، بل يسمون انطلقي. هل تمدد الرومونتادا اخرى للاتحاد؟ عبد الاله عبد الاله، يا سلام عبد الاله حتى. هل يظهر قروهي ام يواصل غيابه في هذه الركله؟ الله يعين قلوبكم. يعدل الأربع أرجون، عمر أرجون الرجاء. خلاص يا أخي تبعت نفسك. أرجون قدم الرجاء، بقى الرجاء لون الأمل، الرجاء لون العالم، بطل العرب، نادي سالس للأندية الأب. الرجاء الرجاء حقق الثلاثية، الرجاء بطل للعام ستة، يرجع ويتوج سنة. الرجاء المغربي عربي الجماهيري تاريخ، بطلا لأبطال الأرض، الرقم واحد بين أندي العرب، نسر العرب، كأس السادس. الرجاء كأس المغرب لأبناء المغرب. يا رجاء الشعب، يا رجاء المحبين، يا رجاء الأزمة أرجون وخلص كل شيء. ومبروك يا رجاء الشعب، يا رجاء الذكريات، يا رجاء العالمية، رجاء الذي لا تقهر حتى وإن قهرت قبل. الاتحاد ليلة للرجاء والشعب، ليلة للمغرب وأبناء، في ليلتي
ميلادي ملكهم. لك عليش نمدحوا اللعيبه ونشكرهم على روحهم. ما فيش زي التحكيم، ممتاز جدا، بطوله ونهائي، وطبعا هديه الرجاء لجلاله الملك يعني في عيد ميلاده. الاجواء التي تعيشها الأسرة الرجاوية السعيدة بهذا الانتصار الذي أتى بعد المغربية الغالية ويستاهلون أهلها. من هو الشخص الذي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.